أكدت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء في بيان رسمي لها أن جميع مواد السلة الغذائية خاضعة للفحص المختبري ومستوردة من مناشئ رصينة. جاء ذلك ردا على حول ما ذكر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة التجارة تخاطر بأرواح المواطنين ورز مليء بالديدان. وذكر بيان وزارة التجارة أن مواد السلة الغذائية خاضعة للفحص المختبري من خلال المختبرات الوطنية الحاصلة على شهادة الإيزو التي يمنحها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. واستغرب البيان أن ما يشاع بأن مادة الرز منتهية الصلاحية وفيها ديدان حشرية وهو بعيد عن الحقيقة، ويجري لأغراض دعائية هدفها التشويش على جهود الوزارة في تأمين سلة غذائية العراقيين، وكون جميع المواد مؤمنة في مخازن يدقق فيها بشكل دوري عبر الأجهزة الرقابية في الوزارة بعد أن يتم فحصها بواسطة أجهزة فحص متقدمة، مبينا أن الوزارة مستمرة بتجهيز مواد السلة الغذائية للمواطنين ضمن استحقاقاتهم المقررة في السلة الغذائية والتي تشمل الرز وزيت الطعام والسكر والبقوليات ومعجون الطماطم، مع إجراء الصيانة الدورية والتنظيف للمخازن مع انتهاء كل وجبة من الحصص الدورية الخاصة بالمشمولين بنظام التموين. وتابع البيان أن وزارة التجارة استطاعت خلال الفترة الماضية تأمين كميات كبيرة من مفردات السلة الغذائية تقدر بآلاف الأطنان يكفي لتوزيعها خلال الأشهر المقبلة. انتهى الخبر. تحياتي لإعلام علي الدلوي.